انت احسن راجل شفته في حياتي على شاشه التلفزيون. ربنا يكرمك يا حاج، الله يكرمك. والله احنا دلوقتي كل ما نروح الجمعيه الزراعيه عشان نجيبوا تجاول فول يقولوا لنا ما فيش تجاول لسه ما نزلتش، واحنا دخلنا على الموسم بتاع الزراعه وزيبناها من السوق السوداء هنبقوا غلطنا وممكن تطلع مش كويس. تمام، انت فين في البحيره يا حاج؟ انا تبع ما تبع تفتيش دفيني مركز رشيد جمعيه الجديه. حاضر، احنا دلوقتي حالا هنكلم السيد وكيل الوزاره وهبلغه. انت عايز تزرع مساحه قد ايه؟ انا هزرع 15 فدان وعاوز تجاوز. عينيا الاثنين. عاوز ازرع 15 فدان وعاوز تجاوز. عينيا الاثنين. هنقول لك التقاوي تجيبها منين في البحيره، وهخلي حد أيوه. من مكتب وكيل وزاره الزراعه يتصل بيك عشان أيوه. تشتري من منفذ تابع للوزاره أيوه. صنف مضمون مقاوم للهلوك ما فيهوش مشاكل. الله يكرمك والله يعزك، وان شاء الله الاسبوع القادم هنعمل حلقه مخصوص عن زراعه الفول والمعاملات علشان نقاوم فيه الهلوك والامراض ونزود الانتاجيه. فالنهارده هنقول لك تجيب التقاوي منين، والاسبوع القادم ان شاء الله هيبقى في حلقه عن الفول. تمام. كمان طلب واحد كمان الله يرضى عليك. عينيا الاثنين. عينيا تسلم عينيك. دلوقتي انتم لو سمحتي ان احنا عاوزين نطوروا من الغمر للري. انا طورت وخلصت تمام وعملت كل حاجه، بس المشكله بتاعتي عايز اغير من الجاز للكهرباء، والكهرباء بيني وبينها 15 متر ومش راضيين يدخلوا لي كهرباء. انت قدمت طلب؟ عملت 20 طلب ورفضوه وقالوا لي لا ما ينفعش. طيب سيبنا اعرف ليه ما ينفعش. حاضر يا حاج عينيا. ايوه بص انا طورت وعملت الفنجير ايوه من وعايز بس الكهرباء توفيق لي بس عشان الجاز غالي عليا. عينيا الاثنين هتابع معاهم. حاضر طيب وهكلمك طيب. واقول لك ايه الاجراءات. عينيا بشكرك.